يو تي في نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري الدعوات في العراق تتجدد لكشف مصير المغيبين. سياسيون ومنظمات حقوقية ينشدون العدالة لمعرفة مصير آلاف المفقودين. السلاح المنفلت يقتل المخاتير في قرى ونواحي صلاح الدين ويعبث بأمنها. مطالبات للدولة بحمايتهم وعوائلهم من حملة الاستهدافات ومنع التلاعب بالسلم الأهلي. عراقيو الدخل العالي يتجهون لشراء جوازات سفر أجنبية للتجول بحرية الدومينيكان والجبل الأسود ضمن القائمة المفضلة، وتكلفة بعض الدول تصل إلى مليوني دولار. سجال جماهيري قبل أيام من مواجهة جذع النخلة. البصرة تخطف أنظار عشاق الكرة من جديد وتستعد خدميا وأمنيا لاحتضان المباريات المؤهلة لكأس العالم. تفاصيل النشر حياكم الله. يحيي العالم في 30 آب كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، بينما يشهد العراق مطالبات بالكشف عن مصير المغيبين والمفقودين في مناطق مختلفة من البلاد منذ سنوات طويلة. وينظم ناشطون ومنظمات محلية ودولية بحضور ذوي الضحايا وقفات احتجاجية يدعون من خلالها الحكومة إلى بذل جهود أكبر في سبيل الكشف عن مصير المغيبين عبر إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة للوصول إلى آلاف الأشخاص الذين اختفوا بظروف غامضة في السنوات الماضية، خصوصا خلال العمليات العسكرية لتحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق إلى العمل الفاعل والمنسق من أجل منع إخفاء الأشخاص، مشددة على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين. وقالت اللجنة في بيان إن كثيرا من الأشخاص أصبحوا في عداد المفقودين جراء جولات مختلفة من النزاع المسلح في العراق، ولا يزال عدد لا يحصى منهم مجهول المصير، مشيرة إلى أنها وثقت 618 حالة إخفاء جديدة ما بين شهري كانون الثاني وحزيران الماضيين، فيما جرى إيضاح مصير ومكان وجود 208 أشخاص. كشفت منظمة الصليب الأحمر الدولي في العراق ليو تي في أن 1500 مواطن عراقي فقدوا في عام 2023، بينما فقد في النصف الأول من هذا العام 600 عراقي. وأضاف الصليب الأحمر أنه يعمل وسيطا بين ذوي المفقودين والسلطات العراقية لمعرفة مصيرهم. بين الأمل واليأس تتأرجح مشاعر الآلاف من عوائل المفقودين في العراق. 1500 مفقود خلال عام 2023، وأكثر من 600 آخرين فقدوا خلال النصف الأول من العام الجاري. بحسب الصليب الأحمر الدولي، فإن 361 من المفقودين عثر عليهم، والآخرون لا يزال مصيرهم مجهولاً. أسباب عديدة، من ضمنها اعتقال، بس الاعتقال مو السبب الرئيسي. أكو أسباب أخرى من ضمنها الهجرة وحالات العنف الأخرى. مسؤولون في الصليب الأحمر كشفوا تواصل مكاتبهم المنتشرة في مدن البلاد مع إدارات السجون في العراق من خلال اجتماعات وتوصيات دورية لضمان تبليغ ذوي أي معتقل بزمان ومكان وسبب اعتقاله، فضلا عن ضرورة تسجيله في قوائم الصليب الأحمر. هذا الموضوع معقد، يعني يحتاج لوقت. يعني بالنسبة لنا كصليب أحمر دولي نحاول جاهدين إنه عن طريق العوائل يزورونا بمكاتبنا، إنه نعطيهم أخبار، ونحاول إنه بقدر الإمكان من السلطات جهودنا مع السلطات إنه نقدر إنه نعرف مصير هؤلاء المفقودين ونبلغ العوائل. تؤكد منظمات الصليب الأحمر والعفو الدوليتين إن العراق من أكثر بلدان العالم التي تضم مفقودين. عقود من الحروب والأزمات حولت مئات آلاف العراقيين إلى أرقام وملفات على رفوف وأدراج المنظمات الدولية يطويها النسيان يوما بعد آخر. مشرق المنصور،
أربيل يو تي في. جدد رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر الدعوة إلى الكشف عن مصير آلاف المخفيين قسرا إبان الحرب على الإرهاب في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالا ومناطق شمال بابل وحزام بغداد. وقال الخنجر في تدوينة على موقع إكس إن مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري تضع مجلس النواب أمام مسؤولية سن تشريعه باعتباره جريمة مستقلة، مؤكدا أن معرفة مصير الضحايا وتعويض المتضررين جراء تلك الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها مسؤولية وطنية وإنسانية وأخلاقية تتطلب وقفة جادة من مؤسسات الدولة كافة. وفي وقفة نظموها في ساحة التحرير ببغداد طالب عدد من ذوي المغيبين قسرا والناشطين بالكشف عن مصير المخفيين وتشريع القانون المتعلق بهم، إضافة إلى التعامل مع هذا الملف وفق الاتفاقيات الأممية التي وقعها العراق سابقا. كوني أحد المتضررين من هذا الموضوع ومن ذوي المغيبين قسريا، جئنا نحن هنا لنبين للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، نبين لهم أننا موجودون ونداعي نريد معرفة مصير أبنائنا من المغيبين قسريا. لذلك نطالب الجهات الحكومية بالتدخل بشكل فوري مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. اليوم احنا ننظم هذه الوقفة مع ذوي المختفين قسرا بساحة التحرير لنضغط مرة أخرى على الحكومة العراقية إلى تقديم مسودة قانون الاختفاء القسري، الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري، لأن العراق مصادق على اتفاقية الاختفاء القسري منذ عام 2010، ومن الضرورة جدا أن توائم التشريعات الدولية أو الاتفاقية الدولية التشريعات المحلية. نتوجه إلى المنظمات العالمية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مساعدتنا بكشف مصيرهم. ميتين عدلين هسا الناس عوائلهم جاي يقولون لو بس يقولون إن هذا ميت هذا عدل هذا مريض زين، لأن تترتب أخي العزيز تترتب حقوق شرعية لهم ولعوائلهم شرعية وطنية. نطالب من الحكومة المركزية أن تلبي هذا النداء في الكشف عن مصير المغيبين. في وقت تشير بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تغييب نحو مليون عراقي خلال نصف قرن، ترتفع مطالبات تشريع قانون يجرم الإخفاء القسري والتحرك لكشف مصير الضحايا في البلاد. التفاصيل نتابعها في العرض الآتي. ما بين جنة الأمل ونار الفقد، تترقب آلاف العوائل في العراق الكشف عن مصير أبنائها المغيبين منذ سنوات طويلة. بينما يحيي العالم في 30 من آب كل عام يومهم الدولي، يحتل العراق صدارة الدول في أعداد المغيبين بحسب بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تتشابه قصص المغيبين وإن اختلفت أعوام وظروف تغييبهم، ففي كل مرحلة من مراحل الصراع تفقد عائلات أفرادا من دون معرفة مصائرهم، بدءا من الانفلات الأمني عقب احتلال العراق، مرورا بصدام الطائفي في 2006، ثم سيطرة الإرهاب على أجزاء من البلاد في 2014، بعدها العمليات العسكرية لتحرير المدن والتي انتهت في 2017 وصولا إلى احتجاجات تشرين الممتدة من بغداد نحو الوسط والجنوب في 2019. تقدر إحصائية اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد المغيبين قسرا في العراق منذ عام 1968 بمليون شخص، فيما تؤكد اللجنة الدولية في آخر بياناتها استلام أكثر من 1500 طلب بالبحث عن أشخاص جرى الإبلاغ عن فقدانهم من عوائلهم نهاية العام الماضي. استطاعت اللجنة الدولية إيضاح مصير 361 منهم، فيما تطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية
تطالب الحكومة بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير المغيبين والمخفيين والوصول إلى أماكن احتجازهم. تدعو جهات سياسية في البلاد مجلس النواب إلى تشريع قانون يجرم الإخفاء القسري ويحاسب مرتكبيه وتعويض المتضررين منه. مأساة الإخفاء القسري في العراق ملف يستعصي على الحل، فالمتهمون بعملية التغييب بحسب ناشطين هم جهات متنفذة، ورغم ضآلة الأمل بعد كل هذه السنوات ما زالت الأمهات تلهم حنظل الصبر وتمني النفس بعودة طال انتظارها، بينما تبحث في جنبات الأخبار التي تتقاطر كل ثانية عن رائحة للفرج. نواصل هذا الملف مع المتحدثة باسم الصليب الأحمر في العراق هبة عدنان، تنضم إلينا من بغداد. مرحبا بك. يعني العراق هو في صدارة الدول التي لديها أعداد كبيرة من المغيبين والمخفيين قسرا، يعني حوالي 1,000,000 شخص في نصف قرن. كيف تنظر الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الحقوقية عفوا إلى التعامل، يعني إلى تعامل بغداد مع هذا الملف بالذات؟ نعم، يعني أكيد هذا الملف معقد وكبير للغاية. اليوم يعني حتى نحل قضية المفقودين بالعراق مثل ما أشير في التقرير، هو العراق يعتبر من البلدان اللي يحتوي أكبر عدد من المفقودين. نعم. فالعمل على هذا الملف أكيد يتطلب سنوات. اليوم لا يمكن أنه تنحل هذه القضية بيوم وليلة، أولا بسبب كبر يعني حجم هذا الملف والأعداد الكبيرة للمفقودين. سنوات من الحروب، كل حرب جت أخذت نصيبها، فبالتالي اليوم يعني يتطلب الكثير من الجهود للعمل على هذا الملف. وأيضا يعني يتطلب النظر مو فقط إيجاد إجابات لعوائل المفقودين اللي هم في أمس الحاجة لمعرفة مصير أبنائهم وذويهم، وإنما أيضا النظر في احتياجاتهم المختلفة كذلك، لأنها أثناء عمليات انتظار الإجابات أيضا هنالك حاجة أخرى، مضطرين يواصلون حياتهم هم، لكن للأسف يواجهون الكثير من التحديات. طيب، هل استطعتم معرفة مصير 208 مفقودين من بين أكثر من 600 حالة هذا العام؟ كيف حققتم ذلك وما مصيرهم أيضا؟ نعم، يعني احنا نستلم، ايضا اريد اشير لمساله لانها مثل ما اشير بالتقرير، يعني من نستلم طلبات بحث عن مفقودين مثلا في العام الماضي او في هذا العام، وليس بالضروره يكون الاشخاص فقدوا في نفس العام اللي العائلات تواصلت ويانا، لان احيانا العائلات ما تعرف انه لازم تتواصل ويا الصليب الاحمر الدولي مثلا، بسبب ايضا هاي واحده من الامور انه تتعدد الجهات اللي تعمل على ملف المفقودين، فبالتالي العائلات ما تدري وين تروح، فتتواصل ويانا. يعني احيانا قد يكون مفقود في نفس العام أو من السنوات السابقة، فهذه الأعداد تشمل الكثير من خلينا نقول التصنيفات للمفقودين. فمن يعني تتواصل العائلة تفتح ملف لمفقود، أكيد إحنا دورنا في هذا الجانب مو البحث عن المفقودين، لأن هذه أكثر هي دور السلطات، دورنا كداعم للسلطات في بحثهم أيضا في العمل على ملف المفقودين، فبالتالي إحنا نحاول أنه نوفر إجابات للعائلات عن مصير أبنائهم. عندنا الحمد لله، يعني مثلا اذا نتحدث على هذا العام مثل ما اشرتي انه 208 شخص اليوم اصبحت عائلاتهم تعرف مصيرهم من خلال عده برامج احنا نشتغل عليها، ايضا تواصلنا مع الجهات المعنيه مثلا البحث في مع ادارات المخيمات، ادارات السجون، نبحث في خارج العراق من خلال شبكه الصليب الاحمر والهلال الاحمر، ايضا حتى نحاول بلكت انه نلقى اجابات فبالتالي نوصلها للعائلات. يعني عدد المفقودين مبني على طلبات بحث طبعا قدمت من أهاليهم، يعني هل ذلك يعني أن العدد حقيقي ربما يكون أكبر من ذلك؟ هو للأسف لا أحد يعرف أنه العدد الدقيق والمضبوط يعني للمفقودين، يعني مثل ما أشرت لأنه بسبب أنه العائلة من يكون عندها مفقود راح تتواصل ويا عدة جهات، يعني أكو عائلة تتواصل مثلا ويا الصليب الأحمر، أكو عوائل مثلا تتواصل مع وزارات الأخرى المعنية مثلا أو منظمات المعنية بالعمل على ملف المفقودين، فبالتالي لا يوجد سجل واحد يحوي هذه البيانات، فما حد يعني لا أحد يعرف العدد الدقيق والمضبوط للمفقودين. لكن أنه إحنا من
اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما تطرح أرقام وأرقام لمفقودين تم تسجيلهم، هذه فقط ما تحتويه ما لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي ملفات فقدان مفتوحة يعني لدينا من قبل عائلات المفقودين. وكما أشرت ليس بالضرورة تكون تشير إلى يعني الفقدان يشير إلى نفس العام التي تم تسجيل أو فتح الحالة الفقدان فيها، ربما بالسنوات السابقة التي مرت على العراق يعني الحروب والنزاعات التي سببت هذا الفقدان. شنو العقبات اللي تواجهوها بالبحث عن المفقودين ومحاولة كشف مصيرهم؟ طبعا خصوصا عندما نتحدث عن المفقودين خلال حرب داعش، الأنبار مثلا، صلاح الدين، نينوى، غيرها أيضا من المناطق. عذرا للسؤال بداية ما سمعت صح. أبرز العقبات اللي تواجهوها بالبحث عن المفقودين ومحاولة كشف أيضا مصيرهم، يعني خصوصا بالحرب حرب داعش يعني في نينوى وصلاح الدين وغيرها من المناطق أيضا. نعم، يعني مثل ما أشرت هو لين اليوم الأعداد كثيرة للمفقودين بالعراق، واليوم تحديات كبيرة في هذا الملف بسبب أنه كثرة الأعداد، وأيضا اليوم غياب هذه السجلات اللي تحتوي ملفات المفقودين أو بيانات واحدة موحدة للمفقودين وعائلاتهم كذلك يصعب يعني عملية البحث لتتعدد هذه الجهات التي تعمل عليها. وأضيف إلى ذلك أيضا اليوم أيضا من خلال تواصلنا مع العائلات، لأنها اليوم هم يريدون إجابات عن مصير أبنائهم، لكن عندهم تحديات، هذه التحديات منها الاقتصادية والإدارية والقانونية، يعني اليوم هم لا يعني لا يستطيعون حتى أنه يوكلون مثلا محامي حتى يصدرهم شهادة مثلا وصاية أو شهادة وفاة أو حتى الشهادات المتعلقة بمثلا تسجيل في المدارس، شهادات البطاقات الوطنية أو غيرها. هذه التحديات اللي يمكن هي بسيطة بالنسبة للعائلات العادية، لكن بالنسبة لعائلات المفقودين هذه تحدي كبير للغاية. وهنا أنا أريد أشير إلى مسألة مهمة، أنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعني تعمل أو تنظر في هذه الاحتياجات، لذلك وقعنا مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين العراقيين العام الماضي طبعا 23، وحتى نساعد أنه العائلات والمحامين لدى النقابة المحامين أنه شلون يسيرون في هذه أو يساعدون العائلات أنه يستحصلون هذه الوثائق المهمة، أيضا يقدمون لهم الاستشارات القانونية. يعني بدأنا في تنفيذ هذا البرنامج في السقلاوية في كركوك، وهذا العام جددنا هذه المذكرة ووسعناها ووصلنا إلى يعني شملت محافظة بابل، أيضا دهوك وتلعفر وسنجار في الموصل وغيرها. اليوم وصلت عدد العائلات المستفيدة من هذا البرنامج تقريبا 420 عائلة تيسرت أمورهم القانونية، لكن أكيد لا تتوقف هذه الاحتياجات فقط على هذا الموضوع، وإنما تتعداها إلى حتى الاحتياجات النفسية، لأن اليوم الفقدان يسبب هذا الاحتياج الشديد النفسي والضغط النفسي على العائلات. يعني من خلال استطلاع أيضا أشارككم بجرت اللجنة الدولية صليب الأحمر لعائلات المفقودين من خلال برنامج المرافقة اللي انطبق في عدد من المحافظات حيث نعمل، يعني اليوم عدد من العائلات أشارت تقريبا 80% من العائلات أشارت إلى أنه لديهم ضغوط نفسية، يواجهون أزمات نفسية، يواجهون عزلة اجتماعية، والأكثر من ذلك يواجهون الوصمة الاجتماعية، لأن اليوم من يوجد شخص مفقود في عائلة تصاب العائلة بوصمة اجتماعية، فبالتالي تضيف على كاهلهم العديد من التحديات بالإضافة إلى التحديات الأخرى، وأيضا تحدي التعب والإرهاق والحزن الشديد بسبب فقدان يمكن حتى مو فقط شخص واحد في العائلة، ويمكن أكثر حتى من شخص، توجد عائلات لديها الكثير من المفقودين، واليوم المرأة أو الأم اليوم تتحمل هذه الأعباء، أنه إدارة هذه العائلة، توفير المعيشة، تربية الأطفال، وأيضا مواجهة كل هذه التحديات الأخرى. فبالتالي يهمنا أكثر أنه يتم تسليط الضوء على احتياجات عائلات المفقودين، وليس فقط النظر إلى الأرقام، خلف الأرقام الموجودة والمطروحة والتي شاركتها اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الصحفي، خلف هذه الأرقام توجد المئات من العائلات التي لا تزال تنتظر إجابات، ومن حقهم أن يحصلوا على إجابات، لأن القانون الدولي الإنساني، قانون الدولي لحقوق الإنسان، يكفل حقهم في معرفة مصير أبنائهم وذويهم. يعني هبة، هل هناك استجابة من قبل طرف ما مثلا، حتى الأمم المتحدة والمنظمات حقوقية هناك طالبت أيضا بإجراء تحقيقات فعالة لتحديد مصير المفقودين؟
يعني اليوم هي المسؤولية، أكيد مسؤولية التحديد والكشف عن مصير المفقودين هي مسؤولية السلطات، وأيضا مسؤوليتهم أنه المنع الفقدان. فبالتالي اليوم كل جميع السلطات لديها التزامات دولية وقانونية تجاه ملف المفقودين، منع الفقدان وأيضا النظر في احتياجات عوائل المفقودين. لكن أكيد أكرر أنه هذا الملف معقد وكبير للغاية. يعني وجودنا احنا أتحدث عن اللجنة الدولية صليب الأحمر، وجودنا داعم لجهود السلطات أيضا لمساعدتهم في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه هذا الملف. نعم، هبة عدنان المتحدثة باسم الصليب الأحمر في العراق كانت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. السلاح المنفلت يقتل المخاتير في صلاح الدين، هذا الملف بعد قليل. جرائم خطيرة تتوالى في محافظة صلاح الدين تعكس تراجعا في الملف الأمني. فبعد أسبوع على جريمة العباسية بسامراء وقعت جريمتان في بيجي والشرقاطة، جرائم يرتكبها مسلحون مجهولون فيما لا تزال الدوافع والأسباب الحقيقية غائبة. الدعوات والمطالبات لم تهدأ بتوفير الأمن للأهالي وحماية العوائل من السلاح المنفلت. بعد استهدافهم وعوائلهم يطالب المخاتير في سامراء الدولة بحمايتهم من السلاح المنفلت، خاصة بعد حادثة العباسية التي قتل فيها أبناء أحد المخاتير الذي قتل قبلهم بأعوام. من جديد يعود مسلسل استهداف المختارين في القرى والنواحي التابعة لصلاح الدين. المختارون ضحية لجرائم لم تعلن الدولة نتائجها حتى الآن. بعد هدوء دام سنتين يعود مشهد الخروقات الأمنية مجددا في مدن صلاح الدين. تعدد تداخل الصلاحيات الأمنية وتضاربها يعقد المشهد، وقد يكون مساهما في عودة تلك الخروقات، وآخرها مقتل ما تبقى من عائلة مختار منطقة العباسية شمال سامراء. دعواتنا وأملنا الكبير من الحكومة أن تعطي اهتماما لعناصر الضبط القضائي وهم المختارين بالتخصيص المالي والموافقة لحمل السلاح، خاصة أنه هذه الحوادث تشهد بين فترة وفترة بهذه المناطق حوادث قتل وحوادث تتكرر. الإهمال وعدم الاكتراث بهكذا شريحة من المجتمع وهي مهمة هي ليست حالة صحية. تكرار استهداف مختاري الأحياء السكنية وخصوصا في القرى والنواحي كونهم أعضاء ضبط قضائي وعلى تماس مباشر مع القوات الأمنية من خلال إيصال المعلومات الأمنية عن الحي دفعهم إلى المطالبة بتسليحهم لحماية أنفسهم. المرة الثانية هاي على جمال أيضا المختار، وقبلها المختار عدنان الله يرحمه، ومختاري الأطراف مستهدفين. الحقيقة نطالب السيد رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بتسليح المختارين وحمايتهم. يعني المختار هو عضو ضابط قضائي والحقيقة يتعرض إلى حوادث مستمرة، وطالبنا مرارا وتكرارا بتسليح المختارين وبالذات مختاري الأطراف، لأنه عملهم هو متواصل مع القوات الأمنية. يبلغ عدد المختارين في سامراء وأطرافها نحو 75 مختارا جلهم غير معينين، لكنهم يتقاضون منحا مالية تقدر بنحو 500,000 دينار تصرف لهم من خزينة المحافظة. من صلاح الدين، محمد قادر، يو تي في. استنكر تجمع مخاتير العراق وممثليهم الحادث الإجرامي الذي حصل في محافظة صلاح الدين وراح ضحيته أحد المخاتير وعائلته، مطالبين الجهات التشريعية والتنفيذية بتعديل قانون المخاتير بما يناسب الصالح العام. نحن مختاري وممثلي مخاتير العراق نستنكر ونشجب العمل الجبان الذي راح ضحيته المختار وعائلته، لا لشيء وإنما لكونه العين الساهرة والمرآة العاكسة للأمن وتنفيذه ولامتلاكه أكبر قاعدة بيانات. ثانيا، نطالب سيادة ورئاسات الجهات التشريعية والتنفيذية بالإسراع لتعديل قانون المختارين بما يتناسب مع الجهد والواجبات والتضحية من أجل الصالح العام ولعراقنا الأبي.
وطالب مخاتير مناطق مختلفة في العراق الحكومة بحمايتهم والعمل على تعديل قانونهم، مؤكدين أنهم أصبحوا جنودا مجهولين من دون تأمين الحقوق المتعلقة بهم. دائما احنا المختارين مستهدفين من قبل القوات الإجرامية، المزامع الإجرامية الخارجين على القانون صراحة، واحنا نطالب الحكومة العراقية يعني نطالب حقوقنا، يعني احنا علينا واجبات كثيرة بالنسبة لنا كمختارين، خاصة كمختارين عدة أجهزة أمنية يطالبين عندنا عمل، ونعمل جهد 24 ساعة يعني كمختارين نعمل 24 ساعة ونطالب حقوقنا اللي علينا، احنا مأدين أكثر من الزايد، لكن نريد نطالب تعديل قانون المختارين صراحة. أكثر شيء المختارين هاي عدة مرات من المناطق الساخنة تستهدف المختارين صراحة، يعني بس المختار صاير ضحية بين القوات الأمنية والمجامع الإرهابية. حقوقنا مسلوبة، ما أن أي حقوق مسلوبة، لا من حقوق تقاعدية لا من قطع، حتى الاستعانة بمراكز الشرطة والقانون قارها، قانون 13 لسنة 2011 قارها، يقول على المختار الاستعانة من مركز الشرطة بقطعة سلاح تسلم إلى وفق إنما وفق الاستلام، وصل الاستلام. وبالنسبة لهذه الاستهدافات واستهدافات، أنا أيضا في محافظة واسط حصلا عندي أكثر من 4 مختارين استشهدوا، وإحنا اليوم إحنا القانون فوق كل شيء. إحنا بالنسبة إنه يعني هسه عبارة المختار عبارة عن جندي مجهول. بينما يستعد المنتخب الوطني بقيادة الإسباني كاساسا للانطلاق في مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، يأمل الجمهور الرياضي إحراز نتائج حاسمة منذ أولى المباريات بين العراق وعمان، فيما يشتعل السجال بشأن أعداد المشجعين المسموح بدخولهم إلى الكويت وحضور لقاء كتيبة الأسود بالموج الأزرق. رياضيا، سجال عراقي كويتي قبل مباراة المنتخبين في البصرة مطلع نوفمبر المقبل. بغداد قالت إنها ستتعامل بالمثل مع الدول التي تحدد دخول الجماهير العراقية، بينما أعلن الاتحاد الكويتي أنه سيسمح بدخول 200 مشجع عراقي إلى الكويت عندما تقام المباراة الثانية على أرضه. نحو البصرة تتوجه أنظار عشاق كرة القدم، فملعب جذع النخلة فيها سيشهد لأول مرة احتضان المباريات المؤهلة لمونديال كأس العالم لعام 2026. سيلاعب المنتخب العراقي نظيره العماني والكويتي في مطلع أيلول المقبل على التوالي. وتحضيرا لهذا الحدث، كثفت الجهات الرسمية استعداداتها التنظيمية. خطة أمنية محكمة، أمن الملاعب راح يكون داخل ساحة الملعب، بقية القوة الأفواج وأمن الملاعب اللي تابع لوزارة الداخلية راح يكون على البوابات الإلكترونية أو البوابات اللي محيطة بكل الملعب، كل البوابات راح تكون عاملة وكل البوابات راح تنفتح لاستقبال الجمهور حتى نخفف الزخم. كل السيارات راح نسمح لها تدخل الملعب لأن عندنا جراج كبير يسع لهذه السيارات. مسألة الوصول للملعب ما راح تكون أكو قطوعات. على الصعيد الخدمي، تكفلت البلدية بتوفير ساحات خاصة لوقوف المركبات قرب المدينة الرياضية، وكذلك أحياء المناطق الخضراء ضمن محيطها. لكن الأهم في خطتها هو إيجاد طرق لاستيعاب زخم الجماهير الرياضية التي ستتوافد على ملعب جذع النخلة. تهيئة ساحات لوقوف السيارات، ثانيا عملية إعادة المناطق الخضراء المحيطة بالمدينة الرياضية. المرحلة الثالثة كانت الأهم، وهي عملية إعادة وإيجاد محاور رئيسية لدخول المنطقة بدون أن تكون هناك ازدحام ومشاكل. في الأثناء يدور سجال عراقي كويتي بشأن السماح بدخول الجماهير لحضور مواجهة المنتخبين، فحسب الاتحاد الكويتي لكرة القدم سيسمح بدخول 200 مشجع عراقي لدعم منتخب بلادهم. وهذا جاء ردا على تلويح محافظ البصرة بأن العراق سيتعامل بالمثل في حال منع الجمهور من العبور إلى الكويت. يجب جمهورنا يحضر مبارياتنا، ما عندنا مشكلة احنا ويا الكويت بعبور الأخوة الكويتيين الآن بالزيارة أو بخليجي
فأعتقد أنه هذه القضية ستعامل بالمثل. ما أعتقد أكو سبب وجيه أن يمنع عبور الجمهور العراقي إلى ملاعب الكويت. وفي قطر يكثف المنتخب الوطني من وحداته التدريبية ضمن معسكره المقام في الدوحة استعدادا لانطلاق جولة التصفيات المؤهلة للمونديال، على أن يتوجه إلى البصرة في 2 أيلول المقبل لملاقاة الكويت وعمان. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. عبر مواطنون من أهالي البصرة عن تفاؤلهم بمستوى منتخب أسود الرافدين، مؤكدين دعمهم للمنتخب في مبارياته المقبلة مع عمان والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. منتخب هاي السنوات متطور اكثر من السابق، كان بالسابق يعني منتخب مو بذاك المستوى المطلوب، اما الان يعني المنتخب متطور بشكل والوعي بمحترفين بدوريات عالميه، والمنتخب راح يلعب بارض البصره ان شاء الله، فاكيد راح يصير يعني شو ما تقول اكو فرصه اكبر من السابق. متفائل بكاس ياس ومتفائل بالمنتخب، والتشكيله حلوه خوش جاي يسحبها، والناس الشعب الكويتي مثل ما احنا وقفنا لكم وفتحنا قلوبنا قبل بيوتنا. ها فانتم همه اضغطوا على حكومتكم، اضغطوا على حكومتكم وخنطب نشجع ونازر فريقنا. طموحنا المنتخب كاس العالم، وعندنا مباراه قادمه انا مع المنتخب العماني ان شاء الله 3 نقاط، ومنتخب نروح للكويت، بس احنا نناشد الحكومه الكويتيه على الحظر مال الجمهور. للحديث أكثر عن إقامة خليج البصرة ينضم إلينا رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر. مرحبا بك سيد بدر. يعني بداية، الكويت حددت عدد الجمهور العراقي المسموح بدخول أراضيها طبعا ب200 شخص، أكو تلويح عراقي أيضا بالمعاملة بالمثل، وين وصل هذا السجال؟ تفضل. مساء الخير عليك عزيزتي، مساء. ومساء الخير على كافة مشاهدي قناة ديو تي في، حياكم الله. أهلا. يعني في الحقيقة الموضوع قد يكون أخذ صدى واسع وأخذ سجالات في الشارع الرياضي والكويتي، وخاصة الشارع العراقي، كون الشارع العراقي متحمس لأن يراقب ويتابع المنتخب وحضوره ودعمه في دول المنطقة. اليوم الموضوع موضوع قد يدخل في الجانب، في مجال الجانب الحكومي. لا زالت المخاطبات على مستوى وزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية الكويتية، وكذلك تدخل الاتحادين، الاتحاد العراقي والاتحاد الكويتي، لحلحلة هذه الأمور، كون الوضع لا يسمح بالانتقاص من الطرف، من أحد الأطراف، وهذه تعليمات واردة من قبل أو مقررة من قبل الاتحاد الدولي على أن تكون نسبة الفريق الضيف في ملاعب الفريق المضيف أن تكون نسبة 8%، وبما أنه ملعب الشيخ جابر، أستاذ جابر، يسع إلى 60,000، إذن نسبة العراق تكون 8%، أي ما يعادل 4600 شخص من الجمهور العراقي. كون الجانب العراقي اليوم وفي المباريات السابقة سمح بالعدد الكبير لدخول، وبغض النظر عن النسبة سمح بدخول الجماهير الكويتية بمجال واسع وكبير، نأمل أيضا من الجانب الكويتي أن يراعي هذا الموقف ويتعامل بالمثل. طيب شنو الأسباب سيد بدر اللي خلتهم يتخذون هيك قرار بهذا العدد 200 عراقي فقط أو مشجع يدخل الملعب؟ يعني اليوم لحد الان هو ما صدر موقف رسمي من الحكومه او الاتحاد الكويتي، قد يكون هذا الخبر غير مؤكد، وبالتالي يعني ليس من حق الجانب الكويت ان تمنع جماهير العراق، رغم انه كل الامور والتعامل الدولي موجود، اصدار الفيزا واصدار التاشيرات، ومن حق الجمهور العراقي ان يدخل ويشاهد مباريات منتخبه. نعم. ولا ضير انه توجد هذه المخاوف من قبل الجانب الكويتي، ولا يوجد سبب يمنع من دخول الجمهور العراقي لدوله الكويت. نعم سيد بدر، يعني هل صحيح انه عمان حددت عدد جمهور منتخبها في مباراته اللي طبعا راح تقام في البصره ب 2500 مشجع ضمن مدرجات الملعب؟ عفواً السؤال.
يعني سألت عن صحة أنه عمان حددت عدد طبعا جمهور منتخبها بمباراتها طبعا مباراة اللي راح تقام أيضا في البصرة ب2500 مشجع ضمن مدرجات الملعب، هل هذا صحيح؟ نعم نعم نعم، فاتحنا الجانب العماني بتأمين مقاعد مخصصة إلى جمهوره، وهذا استحقاقه من حسب السياقات الدولية المتعارف عليها. واليوم ولحد اليوم كان لنا لقاء مع العناصر الأمنية وقوات الأمن المشرفة على ملعب المباريات، وكان طلب الجانب العماني هو تأمين 3600 شخص من الجمهور العماني، وتم تأمين هذا المكان بالكامل لجمهور الجانب العماني مع تأمين كافة المستلزمات والمتطلبات اللي يحتاجها الجمهور العماني. طيب لأي مدى أصبح ملعب جذع النخلة جاهز لاستضافة المباريات إذا ما نظرنا طبعا إلى المستلزمات والطلبات اللي حددتها الفيفا؟ يعني من خلال متابعتنا لكل الاجتماعات اللي كوني كأحد أعضاء اللجنة المشرفة لمباريات تصفيات كأس العالم في البصرة، بدأنا باجتماعات تحضيرية سابقة وبدأنا بوقت مبكر لتشخيص والوقوف على أهم المتطلبات اللي يحتاجها الملعب حسب ضوابط وتعليمات الاتحاد الدولي والآسيوي. كما تعرف يعني اليوم المباريات بإشراف الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي وتخضع إلى معايير دقيقة ومعايير لا تقبل القسمة على اثنين، وبالتالي من خلال العمل السابق تم تأمين كافة المتطلبات للملعب، وأهمها كانت كيفية تأمين غرف الفار ومعدات أجهزة الفار تم تأمينها بالشكل الكامل، أيضا متطلبات التيار الكهربائي من خلال تأمين المولدات والتيار المساعد للقوى الوطنية، أيضا أرضية الملعب كانت جاهزة بشكل تام، وتأمين كافة مستلزمات منظومات الملعب، تأمين دخول وانسيابية الجمهور. كون اليوم الجمهور لديه أصبحت الثقافة العالية والثقافة الكبيرة من خلال تجرباتنا السابقة بدخول اليوم أصبح للجمهور أنه الشخص الذي لا يحمل تذكرة لدخول الملعب أكيد سوف لن يحضر إلى الملعب، وهذه ثقافة أيضا كنا نفتقدها في المسابقات الماضية. طبعا أيضاً تنظيم يعني عملية بالضبط التنظيم، نسأل عن الأخطاء التنظيمية السابقة بالمدينة الرياضية كيف عولجت سيد بدر؟ يعني لا يخفى على المتابع والجمهور العراقي أنه للأسف اليوم أهم خلل شخصناه هو منطقة الفي في آي بي كبار الشخصيات، للأسف لا توجد ثقافة كاملة لدى المسؤول لحضوره لملعب المباريات، وبالتالي نعاني من مشكلة كبيرة عندما يحضر المسؤول بدعوة واحدة لشخصه معناتها تم تخصيص مقعد واحد لهذا الشخص، ولكن عندما يحضر المسؤول يحضر حماياته ومرافقينه وعدد كبير أو قد يحضر حتى بعدد كبير من عائلته للجلوس في منطقة الفي في آي بي. هذا الموضوع تم تأشيره بشكل سلبي من خلال المباريات الأخيرة مع فيتنام، وتم تغريم الاتحاد العراقي للفوضى الموجودة في منطقة الفي في آي بي. واليوم بناشد الأخ داود أن يتابع هذا الموضوع من خلال برنامج ويؤكد على هذا الموضوع لتوعية وتثقيف المسؤول الذي يحضر إلى منطقة الفي في آي بي، الذي وقد يكون مرات أنه لم يحصل على دعوة يحضر لمنطقة للمباراة ويفرض نفسه على أن يدخل لمنطقة الفي في آي بي وهو ليس لديه دعوة. هذا عمل أكيد سوف يسبب إرباك وعمل غير منظم في منطقة الكبار الشخصيات. سيد بدر، يعني منتخبنا الآن عند معسكر بالدوحة كما تعلم، يعني إيش وقت راح يوصل البصرة؟ هل راح يخوض تدريبات بها قبل المباريات؟ أكيد هي من خلال البروفات السابقة ومن خلال التجارب السابقة للمباريات سواء كانت على مستوى محلي وعلى مستوى دولي أصبحت اليوم مرافات عديدة، وبالتالي إحنا اليوم نقف على الخطأ ونشخصها من خلال هذه المباريات التي تقام، ولكن بالتالي اليوم يحتاج لنا مسافة بعيدة إذا ما قارنا نفسنا بملاعب قطر
بقية الدول الأخرى. نحتاج إلى الكثير الكثير للوصول إلى هذه النموذجية. السيد بدر ناصر، رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، شكرا جزيلا لك. بعضها يكلف مليون دولار أو أكثر مثل الجواز الأمريكي أو البريطاني. العراقيون يتجهون لشراء جوازات سفر أجنبية ذات تصنيفات عالية من ناحية حصولها على سمات الدخول إلى بلدان العالم بسبب تأخر الجواز العراقي في مؤشرات قوة جوازات السفر العالمية. واحد بعد المئة يتذيل الجواز العراقي مؤشر هينلي لجوازات السفر الذي يعتمد على إمكانية أي جواز بالحصول على سمات الدخول. تذيل جعل البحث عن شراء جواز آخر هو غاية لميسوري الحال من العراقيين. الدومينيكان والجبل الأسود وتركيا أبرز الدول التي يمكن الحصول على جوازاتها نقدا، والتي يتمتع حاملها بسهولة الحصول على سمات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تتجاوز أسعار بعض جوازات السفر الأجنبية نصف مليون دولار كجوازات إسبانيا وبلغاريا، أو يتعدى مليون دولار كجواز الولايات المتحدة. أما بريطانيا فسعر جوازها يبدأ من 2,500,000 دولار. الموضوع هو محصور بفئات معينة، وأن هم يعني أصحاب الدخل العالي، أو من هم من فئة السياسيين اللي منتعشين بالأموال، أو من فئة المشاهير أو ما يحسبون على المشاهير والفنانين. وهذا يعتبر بجزئين، الجزء الأول يعتبر هو مكمل لشخصية هذه الناس، أو يعتبر مثل البرستيج، والموضوع الآخر أنه يقدر يتنقل به لدول متعددة، يحضر بعض المناسبات يعني ممكن صعب يدخلها بالجواز العراقي. قرابة 30 وجهة للسفر فقط تستقبل العراقيين، إذ لا يزال الجواز العراقي يعاني نتيجة أسباب منها أمنية أو تتعلق بوزن العلاقات الخارجية مع دول العالم. لا توجد حقيقة هناك قيمة للجواز، وقيمة الجواز هي من قيمة السيادية للبلد، فبكلما زادت يعني أهمية البلد وسيادته وتأثيره على الدول العالمية سيكون هناك أثر على الجواز وعلى المواطن وعلى كل التفاصيل الأخرى. شهدت الأيام الأخيرة رفع تركيا التأشيرة عن بعض الفئات من العراقيين، وألغت تونس تأشيرتها، فيما تواصل كثير من البلدان ومنها الاتحاد الأوروبي حرمان حاملي الجواز العراقي من سمات الدخول إلا من خلال استثناءات محددة. لا توجد بيانات لعدد العراقيين الذين اشتروا أو يشترون جوازات سفر أجنبية، لكنها ظاهرة بدأت تأخذ حيزا من النقاش والجدل في الشارع العراقي. من بغداد، علي أسد، UTV. مع قرب انطلاق الموسم السياحي فيها، بدأ ناشطون ومنظمات مجتمعية في ذي قار حملة مناصرة للسياحة في المحافظة. الحملة تهدف إلى دعم القطاع الذي يواجه تحديات أبرزها الجفاف في مناطق الأهوار، أهم وجهات السياح في المحافظة. حملة مناصرة من منظمات مجتمعية لدعم السياحة في ذي قار مع قرب انطلاق الموسم السياحي في المحافظة الذي يبدأ منتصف أيلول. تأتي الحملة بعد أن سجل الموسم الماضي دخول أكثر من 20,000 سائح، من بينهم 1,500 أجنبي زاروا الأهوار والمواقع الأثرية المهمة في المحافظة، ولا سيما التي أدرجت على تراث يونسكو. تعمل حملة المناصرة حقيقة على توفير بعض من الخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز الجانب السياحي في المحافظة، وإعطاء أريحية أكثر للسائح عند دخول المحافظة والتجول في الأماكن السياحية أو أماكن الأهوار على حد سواء. ومثلما تكثف الحملة الترويج للمواقع السياحية في المحافظة، هناك جانب منها يؤكد على ضرورة المحافظة على خصوصية مكوناتها الأثرية والطبيعية
والحفاظ على بيئتها من العبث. توعية السواح القادمين إلى الأهوار من خلال الحفاظ على البيئة المائية على المواقع السياحية، خصوصا بعدم رمي العبوات البلاستيكية في الجزر بالأهوار، وكذلك عدم اصطحاب أنه البنادق الصيدي الموجودة باعتبار أنه منع إدخال البنادق إلى الأهوار، إضافة لأنه التعريف بخارطة عن الأهوار وبيئتها سواء كان ممرات أو التنوع الأحياء اللي موجود. يسجل ملف السياحة البيئية والآثارية في ذي قار تطورا مهما بعد انضمام 4 مواقع منها إلى لائحة التراث العالمي عام 2016، لكنه يواجه تحديات تفرضها التغيرات المناخية وانحسار المياه في الأهوار خلال السنوات الخمس الماضية. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. من يو تي في كانت هذه جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.